بس يا حبيبتي انت ايه حكايتك بالظبط؟ عماله تنظمي وتوقفي، هو فرحك ولا فرحنا؟ حضرتك انا الفرح ده مسؤول مني لغايه ما فكرتش تخلص، وبعدين على فكره انت بتدلعي عليا في الفيتش عشان تبقي عارفه. يا سلام، يعني ايه يعني؟ وانا جايب المصور عشان صورنا انا والعروسه ولا تطلعي لنا انت في الشريط؟ يا سلام، ما انتوا هتطلعوا طول الفرح، ما جاتش يعني خمس دقايق بتوع الفكره بتاع عشان ما اطلع في الفيتش ومعاكوا يعني. وتطلعي في الفيديو ليه اصلا؟ ما خلاص بقى يا بيسا، مش ده الفرح اللي هيصيطنا يعني، ده فرح نتن اساسا. كرا يا كابتن. لا انت في عينيا، انما اهل العروسه على منتنا. لا مأمون، ما احنا ما نتعبش ونتنبح حسنا وفي الاخر ما نطلعش في الفيديو يعني ليه؟ طب ايه رايك بقى؟ ما حدش هيطلع في الفيديو ده غير انا والعروسه واهلي بس. يا سلام، خلاص انتوا احنا هتظهروا على قناه الحياه يا خي. يعني ايه يا فتحي ما حدش هيظهر في الفيديو غيرك انت واهلك؟ هو كده. جرايه وليا، مش هو اللي دافع؟ دافع مين يا حبيبتي؟ ده احنا كل حاجه بالنص. يعني هو دافع النص؟ لا استني، انت دافعه بالنص زيك زيه؟ آه. لا يبقى تظهري زيك زيه في الفيتشو، هو ده العدل. وانا معاك. هو ايه ده؟ مش كفايه عايزين تكتبوني يا اما بالشيل فلاني؟ اوعى المنطوق على حاجه ما جبتهاش، اوعى. مش همضي، مش همضي، مش همضي، انا اصلا اللي جايب كل حاجه. غلطان. هتمضي، انا هتمضي يا فتحي. اوعى تمضي يا فتحي. في يا بيسا، هو ابن عمتك ما يمضي ولا ايه؟ ولا هيكسي ولا عبا؟ وفيها يا كابتن؟ لا انت في عينيا، انما اهل العروسه على منتنا. لا مأمون، الولاد شكلها شرانيه والعريس ده شكله غلوبه، حرام. لا انا مش غلبة. لا غلب، انا مش غلبة، بقول غلبة وهطل كمان. طب ايه رايكم بقى على الطلاق بالثلاثه؟ ما في حاجه هتتمضي ولا في فرح اصلا، وانت ولانا من ساعه قرايه الفاتحه وانا مش طايق. غوري بقى ولايا. تبدأ بالله كنت هشتمك ومشيت عشان اللي انت عملته ده. يا لهوي امك قاعدة بتاكل في الصالة شايفها. بقولك ايه؟ ايه هو انا باين عليا حاجة؟ مش باين منك حاجة. يا نهار اسود. طب خشي بقى اسحلها في اي حوار لحد اما انا اخش على اوضتي على طول. ماشي ماشي، يلا يلا يلا. انت جيت يا واد يا مأمون؟ لا يا اما انا ما جيتش، انا لسه تحت. ازيك يا ماما؟ عامله ايه الاخبار؟ الله، المكرونه بالصلصه والبطاطس بتعمل مش بتعملها مقرمشه، وانت عارفه ماما انا بحبها مقرمشه. تعالى هنا يا واد يا مامون. ايوه ياما، قولي من هنا، انا سامعك ياما. يا واد تعالى هنا قرب مين. ياما اي حاجه عايزاها مني قوليها الاخلاص وهي هتبقى تقولها لي على طول. يا واد بص لي كويس، انت مالك في ايه؟ مفيش اي حاجه ياما. هو انا لازم ابص لك ياما؟ ما انا سامعك بوداني، مش لازم ابص لك بعناية. خلاص بقى يا ماما، سيبيه براحته، سيبيه براحته. بقول لك ايه، انا مش مستريحه. لا في حاجه بتحصل؟ مفيش اي حاجه بتحصل. انا كويس يا ماما. بقول لك ايه، تعالى هنا. لا ايه، ما تقربيش مني ياما خالص، اوعي تقربي، انا عندي برد وممكن اعديك. حتى بصي هتفي. حتى يا ماما عنده برد وهيعديك. ايوه يا بيت، هاتشي هاتشي. ده ايه؟ وريني وشك يا واد. ايه ده يا واد اللي في وشك ده؟ وشي؟ هو انا في وشي حاجه؟ دي وحمه ياما من وانا صغير. انت هتستعبط يا واد عليا؟ انا عارفه مكان الوحم. ما انا كبرت ياما وطلعت فوق. بقول لك ايه؟ اللي مشرفط وشك كده ياما، هو انا مش شغال في مركز شباب وبدرب اشبال؟ هو انت بتدربهم ولا بتتضرب منهم؟ ياما وانت ايش فاهمك انت في شغل التدريب؟ يا ابني انت على طول كده منين ودايما مضروب، مفيش مره تيجي ضارب. ياما انا على طول باجي ضارب وعينيا مسقطه، بس انت ما بتاخديش بالك. بس يا بنت انت تطلعي فوق، خليني افكرهم. ايه ده، هو الناس راحت فين؟ هو في ايه ياما؟ ياما ستو سكسكه، وحشتيني قوي يا ستو، وحشتيني قوي والله. ده انا كنت تعبان من غيرك. امشي هات من هنا يا. ايه ده، انت مش عارفاني ولا ايه؟ عارفاك، ميمون. ميمون ايه؟ مأمون. ميمون ده القرد. انا عارفه، ما بعرفكوش من بعض. لا التاني ايده حمرا، انا ايدي بيضه. ايه اللي في ايدك ده؟ دفتر. طب هاتوا، يلا تعالى وصلني لفوق. ماشي يلا. جبت ترشاي؟ لا ما بحبوش. طب هات 20 جنيه. ليه، دي كارتة ولا ايه؟ ادس. ماشي خدي 20 جنيه. لا هتفك. طب والصحيح؟ لا دي خلاص، هات واحدة تانية. ماشي. لسه بتنصبي. خدي 5 جنيه، دي هات الترش.
حاضر. استني يا بيس اجي معاكي يا احسن، الترشي ضايق ولا حاجه؟ لا يا اخويا خليك انت، ما ينفعش تسيب الحاره لوحدها معاه. في رعايه الله يا بيس. ميمون. ايوه يا ست، معلش انا عايز اسالك سؤال. الخمسة جنيه هتجيب بيهم ترشي، الخمستاشر جنيه مصيرهم ايه بقى؟ نفس مصير العشرين بالظبط. حلاوة خروجي بقى يا ميمون. والنبي مش عارف من غيرك مين كان هيقلبني حبيبي يا ميمون. والله وحشاني. يلا بينا. نسيت اقول لك صح، الست ام محمود امبارح كلت ورك جوزها. يا راجل. والله قعدت تقول لي انا بحب الورك ما بحبش السدر وبتاع. تعالى كملي. تعالى. الواد طيب بقى. انت جيت يا سكسكة. طيب. ايوه حاضر حاضر. يا الف حمد لله على سلامتك يا ماما، والنبي البيت كان ضلمه من غيرك، وحشتيني. اوعي. انت هربتي ولا ايه يا ست سكسكه؟ ما قلتليش يعني ايه اللي جابك خط لازق فجاه كده؟ هربت ايه كفلا الشر؟ لا بس يا ولا يا مأمون، ايه الكلام الفاضي ده؟ ده امي خرجت كانوني، ومن هنا ورايح هتعيش كانوني وتمشي مظبوط كده هون جنب الحيط، مش كده ولا ايه يا ماما؟ ان شاء الله ان شاء الله. خدي بس اعمل لنا الفطار ده. يلا حاضر. هات يا اخوي. ماما. ايه خارجه متعصبه ليه؟ بصي يا ماما، انت بقى يعني ربنا يهديكي كده وتبطلي ربط بدل ما ترجعي السجن تاني. مش كل خمس ست سنين تطلعي من السجن ما تكمليش اسبوع وترجعي، يعني ده ما بلحقش افتح معاكي موضوع. يا دوب ببقى لسه كده احكي وبعبع واقول يا ماما حصل وجره وما اعرفش. ان شاء الله ان شاء الله. خدي بس اعملي لنا الفطار ده. يلا حاضر. هات يا اخوي. ماما. ايه خارجه متعصبه ليه؟ بصي يا ماما، انت بقى يعني ربنا يهديكي كده وتبطلي ربط بدل ما ترجعي السجن تاني. مش كل خمس ست سنين تطلعي من السجن ما تكمليش اسبوع وترجعي، يعني ده ما بلحقش افتح معاكي موضوع. يا دوب ببقى لسه كده احكي وبعبع واقول يا ماما حصل وجره وما اعرفش ايه، الاقيهم دخلوا خدوكي وراحوا نازلين. مش مطوله معانا ان شاء الله. قاعد على قلبكم باذن الله. والنبي حلت البركه. والنبي نورتينا يا ست سكسكه. اخلص بقى زهقتني. ما كملتلكيش صحيح. مش الست ام محمود بعد ما كلت ورك جوزها عطشت وبعدين شربت من دمه؟ يا راجل بس الست قطع الوليه دي مفيش راجل يستاهل فعلا. اللي قول لي يا ميمون، هي الوليه دي ساكنه معانا هنا في الحاره؟ ده قدامنا على طول. طب بعرفني عليها، شكلها تبقى صاحبتي الوليه دي. حاضر ماشي يا ست سكسكه، بس والله عيب عليك. ليه؟ ايوه يعني تخرجي كده يا ست سكسكه من غير ما تقولي لنا؟ كنا جينا لك يعني عملنا لك بقى شويه طبل وزمر وهيصه ودبكه وقب وتك و... ليه يا حنه امك؟ يا فين صحيح الوليه دي؟ ما جتش تسلم عليا ليه؟ ما تعرفش انك خرجتي، والنبي دي هتفرح قوي. يا راجل. طب يلا شد انت بقى عشان ما تستعوقكش اهي. يلا اشد؟ وانا مش هفطر من الفطار بتاعي؟ ما بقاش بتاعك خلاص، ويلا بقى عشان عايز ارتاح. ماشي ماشي يا ست سكسك. حاضر هسمع كلامك. ده انا حتى مسميني مأمون المطيع. طب يلا يا مطيع. يلا يلا من هنا. ماشي ماشي حاضر. ريحي انت دلوقتي وانا هجيلك بعد شويه، حتى تكون يعني بيسا جت فنقعد قعده حلوه. يلا يا حبيبي، ما حدش يبقى تقيل على الناس كده. يلا دلوقتي بقت تقيل يا ست سكسكه، وكنت خفيف من شويه وانا معايا الفطار. يلا يا ميمون، ما تخلينيش اتغاب عليك واحنا متقابلين بعد شوق. يلا يلا حبيبي. حاضر. بس الحلويات جت اهي، نقعد بقى القعده الحلوه اللي كنا هنقعدها كمان شويه. يا واد غور عرفتنا، انت هتصاحبنا ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ براحه ستي، ما ينفعش تكروش الواد من بيتنا كده. سيبها براحتها يا بيسا، انت ستك تعمل اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه. صدق انك مهزق وتستاهل فعلا. امشي ياض من هنا ياض، امشي. همشي يا بيسا، طالما انت عايزين امشي همشي على طول. ياض ما تبقاش سكع كده. انت متعصبه علشاني. غور يلا من هنا. غور. حاضر اغور. اخويا ده العطه له ناس وصاحب. الحقيقه شويكار هنا. ايه في ايه؟ لازم تيجي تشوفي بنفسك. بيسا 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 بيسا.
الله يسامحها. يا اخي بتكاد يا اخي مطرحه بره. يا حبسي حبسي. انتوا رايحين فين؟ ولا ما شاء الله. يا لهوي. هو نور استفندو باين ولا ايه؟ الحق خالتي. بسم الله ما شاء الله. والله واتفتحت لك طاقة القدر يا بنت اختي. دخلنا يا اخويا دخلنا. كاظم باشا افتح الباب. معرفش والله. اسال ماما. ها ماما مين يا جدع انت؟ يا جدع افتح بدل ما اخش اجيبك من شهربك. يا باشا ما اقدرش عندي تعليمات. مش يمكن يا جماعه مش هو ده المكان اللي ورثته بيه سوا واحنا غلطانين؟ يمكن ولا مش يمكن؟ لا يمكن فعلا. سوري انا اتلخبطت. انا استهبل. هي دي المدرسه والارض اللي تحتيها ولسك يا انسه بيسا. تحتيها ازاي يعني؟ يعني انا اخش اشد الارض من تحت المدرسه دلوقتي ولا اعمل ايه يعني؟ مش هتعرفي طبعا. لازم المبنى يتهد عشان نستلم ارضنا، لان ما بني على باطل متهيألي باطل. ايوه يعني انا دلوقتي عايزه اشوف الارض بتاعتي اعاين اتمن اقدر كده يعني. المفروض اعمل ايه هنا بقى؟ تدخلي فين انت والجرابيع اللي معاكي دول؟ نو واي. نعم جرابيع مين يا ابن العادي؟ ودي بنتي ان شاء الله. الحق يا نشطه انت فاكراني جاي من غير راجل باين ولا ايه؟ نو واي. اه سكتتي. انا على لك مالطه يعني من حته. ايوه كده يا مرعي. ارفع لهم الحاجب بقوم بالواجب وريهم الباي والتراي ليكونوا مفكرين ناس. ها لو حد دخل هنا السكيورتي عنده امر يتعامل معاه. ماما ممكن تبعتي لي حد من السكيورتي يحررني من وسطهم؟ انا هنا قصير. ها يا نشطه يا نشطه انا هتجنن. ازاي بقى واقفه قدام ملكي ومعزوتي وناسي ومش عارفه ادخل؟ ده انا هطير من الغيط. لا لا ما تقوليش كده يا بيسا بعد الشر عليكي. اقعدي بس اقعدي اهدي بس كده يا بيسا. وانت يعني قلت لنا هجم وما هجمناش؟ انت لو كنت قلت لي اهجم كنت ههجم. ده انا حتى مسميني مامون الهجام. لا ما البركه في جوز خالتي. اول ما شاف بتوع الامن جايين من بعيد سطر نفسه وجاب ورا. لا مش انا اللي اتقال لي جاب ورا يا بيسا. انت ما تعرفنيش. لا يا بيسا انا قلت مفيش داعي للمشاكل طالما في الاستاذ سلام او في ورق تتحل. انما لو عايز هوا يا بيسا فطالة بيسا. لو انت عايز هوا ومن دلوقتي انت متعرفيش مارع شكله ايه. انا مستعد دلوقتي انزل على اول الشارع اخش الجيم اجيب ست بخال يودوكي المدرسه ونخشها ونقطعها كمان وننجحك فيها. انا ما اجيبش ورا يا بيسا. اهو انت كده ما خدش منك الا الفانيلا المقرحه دي. لكن فعل مفيش. عندك حق والنبي يا بنتي. صحيح ابو جعران في بيته سلطان. اسكتي. بقول لك ايه يا عين خالتك ما تاخدي الفلوس ونفكنا بقى من الخوطه والبهدله دي. حلو السويت شيرت ده. لا انا عندي منه كل الالوان. يا سلام. اه بقى هات لي بقى منه معاك. حاضر. ما عنديش خالص. عيني حاضر. مظبوطة؟ لا يمين سن اهو كده اهو. اه تمام. والكحكة في ايد اليتيم عجب. حد فيكم يجيب سيرة لستي باللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ما تحاوليش هتفضل تنخرب ورانا واحد ورا التاني لغايه ما تجيب قرارنا. لا هو بس ما حدش يرد معاها كده بالكلام وهي مش تعرف حاجه خالص. سامع يا عم مرعي؟ سامع يا عم مرعي. عمك مرعي لما بتزنق وبتثبت عند نصة المطبخ جوه وتروح داخله بوشها عليا بسنانها وانا بخاف وبقر وبقول كل حاجه. خلاص خلي بقى الارض تروح مننا. ارض؟ ارض ايه؟ كارد. الكارد يا ماما اللي واخدينه ومش عارفين نسدده. كارد. ماشي ماشي. اجراءاته بقى صعبه الكارد ده. لا دي سهله خالص. عشان لازم نخلصه بقى. ماشي. مش هتسيبنا مش هتسيبنا. احنا ليه ما عملناش الاجتماع بتاعنا ده في حديقه الازهر اللي في صلاح سالم؟ ما حدش يعرف عننا حاجه. بس يا مرعي الله. المهم دلوقتي انا خايفه يكونوا بيمنعوك تخش الارض عشان لما يجوا بعد كده يرموا لك اي قرشين ترضي بيهم وخلاص. مين ده؟ طب ما تاخدي القرشين وخلاص يا بيسا وتخلي علاقتك بالناس دي كويسه. لان احنا يعني لما رحنا لقينا المدرسه دي نظيفه
فانا بصراحه كنت حابب ان انت تتوسطي لي يعني اشتغل هناك بدل مركز الشباب اللي انا شغال فيه ده. اتوسط لك ايه يا ده؟ انا في دماغي تكتيك تاني خالص. ايه هو يا بيسا؟ بفكر يا واد اعمل على حته الارض دي حته دين مشروع. مشروع؟ انا سمعت حد بيقول مشروع. مشروع ايه بقى؟ شموع. عاوزين نجيب شموع عشان نعمل للولا مأمون سبوع عشان امه ما عملتلهوش وهو صغير، اصل كان عنده جدري فما كانش ينفع يسبع وهو مفقف. شموع وسبوع وجدري ومفقف. انا فعلا طول عمري نفسي اسمع حلقاتك برجالتك. تسمعها وحلقاتك برجالتك كمان؟ طب انا لازم امشي بقى عشان عندي مشوار مهم. يلا بقى. لا انا اجي بقى اشوف موضوع السبوع ده بنفسي. افهم بقى موضوع السبوع ده ايه. وانا هقوم اشوف الاكل اللي على البوتاجاز. وانا هلحق اطلع عشان انسى. اقعد اقعد. حاضر قعدت اهو. كنتوا بتتغيظوا في ايه بقى يا ميمون يا حبيبي؟ كنا قولي حبيبي قولي. كنا عايزين نخبي عليكي موضوع. السلام عليكم. ميمون خد ميمون يا ابن عزيز. ميمون ولا ميمون يا ابن عزيز؟ ايه يا ستو سكسكه ده انا بلعب اولى والله. اهو. لا تعالى العب معايا انا. يلا ماشي. اديني خسرت. لا معلش يا حبيبي ده بتعوضها. ايه ده انت قاعده؟ لا واقفه. ده انا ما خدتش بالي منك خالص. والله مش باينه انا بقى. لا يعني كنت مركز في اللعب واديني خسرت. معلش اقعد. يلا عزمك. ايه ده بجد عزماني؟ امال ايه؟ انا عايز اشرب حاجه قوي. عيني يا حبيبي. يلا هات له حاجه على حسابه. حسابي؟ لا انا مش عايز، انا لسه شارب. يا واد ما تتكسفش مني يا واد. لا لا مش قادر خالص. طب خلاص هات لنا حاجه على حسابه. حاضر. على حسابي؟ يا ريتني طلبت كنت دفعت لنفسي بس. تقول حاجه يا ميمون؟ لا بقول بحبك قوي. وانا كمان يا حبيبي. وشك منور النهارده يا ميمون زي القمر ما شاء الله. اصل انا لسه مستحمى. والله مبروك. الف مبروك. زي القمر يا حبيبي ربنا يحميك. مش هتقولي بقى كنتوا بتتواجدوا في ايه النهارده؟ ها؟ لا ما كناش بنتودود. ما كناش بنتودود في حاجه خالص. اخزى عليك يا ميمون كده برضه بتخبي عليا كده برضه. انت صاحبتك الانتي. لا زعلان زعلانه ومقهوره يا ميمون. لا والنبي ما تزعليش يا ست سكسكه. انا عايز اقول لك والله بس هم مستأمنيني. ده انا حتى مسميني مأمون الامين. طب ده كلام برضو؟ يعني هم مستأمنينك وانت مش مستأمني؟ عيب عليكي والله تقولي الكلام ده يا ست الكل. طب امال ايه؟ يلا ميمون انا حاسه انك عايز تقولي هتموت وتقولي. هموت واقول مش قادر. طب يلا ميمون قول يا حبيبي. عايز اقول قوي. قول يا بابا قول. قول ما يهمكش من حد. قول. ماشي انا هقول. بس بالله عليكي اوعي تقولي ان انا اللي قلت لك. بيسا لو عرفت ان انا اللي قلتلك هتزعل مني قوي. معقول يا ميمون انا برضه اعمل حاجه تضرك؟ لا يمكن يا حبيبي انا صغرك اكتر ما انت صغير. لا يا بابا يلا قول قول يا حبيبي. ماشي. عارفه عم بيسا اللي اسمه جمال اللي كان عايش في ايطاليا؟ طبعا عارفاه. ما انا اللي ضربه الفيزا. ماله؟ مات. والله كنت عارفه ان انا. وبعدين كمل. بيسا بقى ورثه الارض بتاعتي. والله الحكايه كده. طيب يلا يا ميمون حاسب لي وشد انت بقى. اذا انت هتعملي انت شكلك هتوديني في داهيه وتقولي ان انا اللي قلت. عيب يا ميمون انا برضه اعمل حاجه تضرك. ده انت صاحبي الانتي. ماشي يلا حبيبي حاسب لي وشد انت. احاسب لك على ايه؟ كل دول يا حبيبي. كل دول؟ ماشي. لا وفي الحجر ده. لا كانوا ثلاثه تقريبا. ثلاثه؟ لا وكنت عازمه واحده صاحبتي الدهر بسال الطلبات كانت ايه وحاسب عليها. لا انا هجيب معاش امي لعم عاطف ياخده كل الشهر ده بقى. معرفش يا ميمون شوف هتعمل ايه. ميمون حاسب يا حبيبي وقوم شوف هتلعب الاولى ولا هتعمل ايه عشان محتاجه افكر شويه بس. معلش. لا انا هقعد معاكي عشان ما تودينيش في داهيه. طب هتقعد بس ما تعملش دوشه يا حبيبي. تقعد في هدوء ماشي عشان محتاجه افكر شويه بقول لك. ماشي. انت كده هتفكري ولا هتفجري؟ هو ده اللي في هدوء؟ لا اهو اهو اهو. مش ليه ده هي الحكايه كده. والله ماشي ماشي. انت بتكلمي مين؟ هو في حد قاعد في القعده غيرنا؟ يا
انا مش معاها. انا اصلا جاي وماشي مش مطول. كنت هعمل ايه يعني؟ مش عايزين تدخلوني ماشي. معلش يا صوفيا، انا عارف اني بتقل عليكي بس غصب عني، بس بصراحه محتاجه فضفض ومش لاقي حد ارتاح له وفضفض له غيرك. كيف يا مأمون جدينا؟ اهو ده العشم برضه يا صوفيا. ما كي تدوني مون نيميرو؟ مش قادر، مش قادر يا صوفيا. تخيلي ان بيسا ممكن تتجوز حد غيري. فعلا انت عندك حق، انا لازم احارب في سبيل حبي. مأمون جو تو لاس. انت صح يا صوفيا، صح فعلا، لسه في فرصه. جو كومبرون ريان، جو راكروش. حاضر حاضر حاضر، هتحرك هتحرك هتحرك. بس صوفيا باي كنت باي. عايزه قفلت. ياه قفلت عشان تحمسني عشان اتحرك بسرعه. مش ممكن، هو لسه في صداقه كده في الدنيا؟ بيسا موجوده؟ خش. ماشي. هو حضرتك صاحبه بيسا؟ ايه ده مأمون؟ ايه ده انت بيسا؟ ايه ده انت عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه، جيت في وقتك، عاوزك في حاجه ضروري. ايه ده انت حاطه خيار على عينيك ليه؟ على فكره بقى الجزر هو اللي بيقوي النظر. مالكش دعوه انت، دي حاجات بنات مالكش فيها. طب كنت عايزك في موضوع مهم. معلش والنبي، انا عايزك تعمل لي مشوار الاول وبعدين ابقى اسمع منك اللي انت عاوزه. طب ما اقول لك اللي انا عايز اقوله الاول وبعد كده اعمل لك اللي انت عاوزاه. يا ابني وانا هطير؟ عايزك تلحق المطبعه عشان تتبع لي دعوات الفرح. انت عايزه انا اطبع الدعوات بايدي؟ ده انا كانت تتشل قبل ما تعملها. المشكله حافظ الصيغه ولا مليها لك؟ حافظها، ده انا كنت عاملها لنفسي. هتكتب قاعة الفردوس يوم الخميس فرح الاستاذ كاظم على الانسه ب. حاضر، بس كنت عايز اقول لك حاجه سريعه بس. بعدين بقى مأمون عشان تلحق. حاضر يا بيسا، حاضر حاضر. خالتي فات نص ساعه، اشيل خيار ولا لسه؟ نص ساعه ايه، ده ما عداش دقيقتين وبعدين يلا عاوز اعمل السلطه. حاضر. عايزة نطبع الدعوات بإيدي؟ أعذريني يوم زفافك، ما قدرتش أفرح زيهم، ما خطرش أبدا يوم في بالي إن أبقى واحد منهم. أنا بقى هطبع الدعوات كده، زواج الأنسة كاظم من الأنسة به، وهفضحهم في كل حتة، ده أنا حتى مسميني مأمون فضيحة. والمرة دي بقى هقول لها، يعني هقول لها. خلاص بقى يا بيسا، ما تقهريش نفسك. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ مالها بيسا؟ خبى بالويبه. خش خش. ايه ده؟ هو في ايه يا خالته؟ يا ابني اللي حصل واللي جرى لا ينكتب ولا ينقرا. ما تنجزي يا خالته، انت هتعددي. واحدة صاحبة بيسا اتصلت بيها وقالت لها انها شافت خطيبها قاعد مع واحدة وعازمها في كازينو البيت وجايب لها عصير سموزي المعفن اللي كان بيشربني في جنة الفواكه. اتصلي لي بنشطة دلوقتي حالا. ايه ده، انت بيسا هو شكلك عمل كده ليه؟ بس والنبي يا مأمون، طب ما يمكن صاحبتك دي غيرانة منك وعايزة تفشكل الجواز. لا، ده صاحبتها دي ربنا بعتها من السما. الف حمد وشكر. ايه ده، انت فرحان فيا يا مأمون ولا ايه؟ انا فرحان ليكي مش فرحان فيكي، ده الحمد لله ان ربنا بعت صاحبتها دي في الوقت المناسب. ايوه صح. تخيلي يا بيسا لو كانت الفاس وقعت في الراس واتجوزتيه. ايوه ايوه، لا الحمد لله وزين المعفن الرمراه. طب وصاحبتك دي عرفت كاظم منين؟ الله يا خالتي، مش شافت صورته عندي على النت؟ بقول لك ايه يا بيسا، احنا الواد ده لما يجي نرمي حاجته في وشه. أيوة صح. مش بيسا اللي تتخان. ايوه صح، التسليم انا اشتقني معاه. ماشي، وانت مأمون معلش اتعبك معايا، عدي على المطبعه وقول لهم يكنسلوا الدعوات، وبقى عدي على مستر هيصه قول له كنسل ميعاد الشعر. معلش همشورك معايا. لا يا بيسا، مشواري ايه، ده انت تعبك راحه، ده انا حتى مسميني مأمون مشاوير.
لا والنبي يا بيسا ما تفسريش في وشي، ده انا نفسي افرح بيكي. افرحي بيا ايه يا خالتي بقى؟ ما خلاص. اسم الله يا اختي. ازيك يا بيسا؟ كويسه. لو سمحتي عاوز اولعه وباكو بسكويت. عيني يا اخوي. بقول لك ايه يا بيسا؟ ما تيجي اخرجك كده يعني عشان تغيري جو. لا مش طالبه معايا. انا اقعد هنا في الكشك مع خالتي. ما اصل انا كنت عايزك بصراحه في حوار مهم. حوار ايه؟ ما تقولها لي. بصي يا بيسا بصراحه. ربنا يعوض عليك يا بيسا يا حبيبتي. ايه ده؟ ربنا يعوض عليكي. هو انت ضايع منك حاجه؟ بيسا بقول لك ايه؟ بالنسبه للبدله اللي انا ماجرها عشان فرحكم، ارجعها ولا تصفوا وتصالحوا كده اخليها؟ اللي هيتولع يا بعيد. انت لحقت تنشر الحوار؟ انت مفيش فايده فيك خالص؟ ما كان لازم اقول للحاره كلها يا بيسا عشان يعني لو حد عايز يتقدم لك ولا حاجه. لا مش شكرين يا اخوي، مش عايز حد يتقدم لي ولا نيل. لا ما تقفلهاش كده يا بيسا. يعني المهم ارجعها ولا اخليها؟ ولع فيها، انت هتشغلنا بهدومك ليه على الباسه؟ ما تردي. بصي انا لا عايزه ارد على حد ولا اضايق حد ولا حتى اضايق نفسي. بيسا خدي بس اقول لك يا بيسا. يا مالها عصبيه ليه كده؟ انت ايه يا راجل انت؟ انت ايه؟ مش انا قلت لك ما تبينش انك عارف؟ هو كان باين عليا ان انا عارف؟ باين. ده انت قلت. بقول لك ايه؟ اقسم بالله ما احكي لك حاجه تاني، مع ان كان عندي حاجات حلوه اقولها لك مش هقولها لك. هولا الحاره كلها واقول لهم ما تقولش لعم عبده. يا خساره. المهم ارجع البدله ولا اخليها؟ يا عم ولع فيها ولع فيها. يا عم البدله بتعد عليا بتعد بتعد. طب ركب لها عداد كمان. خش يا عم عبد خش خش جوه. ايوه بس انا عايز اقول لك. شوف انا عايز اقول لك اوعى ما ايدك هتقطع. الحمد لله الجوازه باظت وبقيت مأمون العريس. استني بس يا حماتي، ما ينفعش تمشي كده من غير ما تاخدي واجبك. انا هخلي كاظم يكلمك. طب اديني رنة اول ما توصلي طمنيني عليك. خلي بالك من السلمه المكسوره. هستنى كاظم يكلمني. ها يلا يلا. لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه اللي جاب الست دي هنا يا بيسا؟ ده رجلي يا مأمون. انا وكاظم رجعنا لبعض تاني. ليه كده يا بيسا؟ ايه ده انت عبيط ولا ايه؟ طلعت فاهمه غلط والناس متمسكين بيا. وبعدين اديك شايف الست ازاي جات لي في نصاص الليالي. بقول لك ايه؟ المهم دلوقتي عايزاك في موضوع ضروري. عاوز ايه مني؟ عايزاك تعدي على مستر هيثم يدي لي الشعر ميعاد جديد وتتبع لي الدعوات تاني. يلا بقى عشان نلحق احضر حاجتي. طب انا كنت عايز اقول لك حاجه يا بنتي. ماشي هي واحده دلوقتي بس اللي هتحس بيا. مفيش غيرها. ايوه هي. الو. ايوه صوفيا. مامون انا عارف انها صحتك من النوم. معلش مامون جو سي با موا في كيكو شوز. ايه ده؟ تخوتو دي زامي لا. انت كمان عارفه ان هما رجعوا لبعض؟ يعني انا بقى كده اخر من يعلم. ده انا بقى المفروض يسموني مامون الاهطل. تي امبوسيبل. ازيك يا مامون؟ بيسا. ازيك يا بيسا؟ اتفضلي ادخلي. لا انا مش هقعد، انا نازله على طول. انا عايزاك بس في مشوار يخص الدعوات. هولع لك فيهم يا بيسا. قولي لي بس خانك مع مين؟ انا من الاول يا بيسا قلت لك الواد ده ما يستاهلكيش. يا ولا مفيش حاجه، انا كنت بس عايز اغير اسم القاعه. اسم القاعه؟ طب مش حابه تغيري اسم العريس؟ ياض ما تبقاش سكع كده. اخلص عشان تلحق تتبعهم. حاضر. الف الف مبروك عقبال خدتك. هو في ايه يا جماعه؟ احنا رايحين فرح مش رايحين خناقه يا جماعه. يا جماعه في اربع اتوبيسات، انتوا مستعجلين على ايه؟ بالراحه بقول لكم في اربع اتوبيسات. بالراحه يا جماعه بالراحه بالراحه. بركه انها غرت من الحته عقبال بقيت اهلها. بقول لك ايه يما، امسكي لسانك كده وروقي على حالك، مش ناقصينها الهاله. بقول لك ايه، انا رايحه المشوار ده غصب عني، ما تخلينيش الف واطلع فوق تاني. ما خلاص بقى يما، عدي اليوم الزفت ده على خير يا باي. لا بص بقى يا حبيبي، انت ليك اتوبيس لوحدك ولا اقول لك في مكان قدام اهو؟ يلا اركب ان شاء الله تغلس يا بتاعت. اتفضلي يا حاجه اتفضلي. اهلا وسهلا. اطلعي وخدي ايدي. على مهلك. على مهلك يا حاجه. بقول لك ايه يا مأمون؟ نعم. خد صورني سوله كده وانا مسلول. اصورك وانت مسلول ليه؟ انت عايز تجيب كرسي بعجل من المحافظه؟ مسلول قصدي هبي يعني هبي. سعيد. اه حاضر يا عم سلامة. يلا يلا. الشيلز باين؟ ايه الشيلز ده؟ اه الشيلز. الشيلز باين حلو قوي. الله 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 بايه؟ اعوذ بالله استغفر الله العظيم يا رب. ابعد شويه يا عم سلام. استغفر الله العظيم يا رب. شكرا شكرا. يلا بقى بسرعه عشان ما اتاخرش. لا 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 اسبقني انت بقى يا عم سلامه.
انا هروح مشوار كده وهاجي لكم على طول. هو انت عارف الطريق؟ عيب عليك يا عم سلامه، ده انا مسميني مأمون جي بي اس. هو انت اللي بتقول بعد 15 متر انحلف عند الدوال بعد المدخل الاول؟ لا مش انا، يبقى بعد المدخل الثاني. هي المشكله في المدخل يا عم سلامه، ادخل الاتوبيس يلا بسرعه. طب ما تاخرش. عيب عليك يا عم سلامه، ما تخافش مش هعوض. يا ريت يا ريت، انا نفسي تاخدها بس ما ينفعش. هو مش انا اللي جايبها؟ يبقى عاد اما اخدها. الورق كله باسم مرعي. يعني ايه؟ يعني لازم مرعي هو اللي يجي يستلمها، او اي حد من قرايبها من الدرجه الاولى. هاتهولي وتعالى خدها، انا عن نفسي مطيقها ونفسي اخلص منها. ده انا عندي 3 ممرضين في العنايه المركزه بسببها. انت هتقول لي ما انا عارفها وعارف مصايبها. يا راجل، ده انا اضطريت اجيب جردات عشان امن الدار منها. طب طالما هي عرفاكوا كده ما تسلكها لي وتسيبنا خدها. للاسف دي فيها مسؤوليه قانونيه. ما عندكش محامي يشوف لنا اي ثغره كده وتيجي تاخدها؟ مفيش وقت، انا لسه هجيب محامي وندخل في حوارات كمان. خلاص بقى مش مهم، خلوها عندكم. يلا السلام عليكم. يا رب يا رب اهلها ياخدوها. ازيك يا حاج؟ معلش ممكن اسالك سؤال؟ ست سكسيكة فين؟ سكسيكة مين؟ ست كده اكيد معلمة عليكوا في حاجة، تعرف مكانها؟ مكان مين؟ ست سكسيكة. سكسيكة مين؟ يا حاج هو اللي انا هقوله هتعيد ورايا ولا ايه؟ ست سكسيكة تعرف مكانها ولا ما تعرفوش؟ مكان مين؟ شكرا يا حاج. حاج مين؟ آه لا ده أنت ضايع خالص. بقولك إيه، روح شوف أنت كنت بتعمل إيه. طب أنا كنت بعمل إيه؟ أنت كنت نايم يا حاج. أنا كنت نايم؟ آه. طب بصلي كده ليه؟ روح نام. أروح أنام؟ آه روح يلا نام. الراجل رايح ينام في الحمام ولا إيه؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك يا حاج، ما تعرفوش مكان ست سكسيكة فين؟ في الانفراد يا ابني. ايه؟ هي واخدة تأبيدة ولا ايه؟ لا يا ابني، ده الدكتور شحاتة هو اللي عزلها بعد ما ضربت الحاج نبيل ضربة في كتفه خلعته زي ما انت شايف. بس يا حبيبي بس بس بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت بتجر شكلها ليه يا حاج نبيل؟ والله يا ابني ما جت ناحيتها، هي اللي كانت عايزة تثبتني في طقم اسناني، ولما ما رضتش فجأت بواحدة كومبيكس. كومبيكس ايه يا حاج نبيل؟ قصده قصده سوبليكس. سوبليكس سوبليكس، في واحدة سوبليكس خلعت كتفي. أيوة. بس 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 يا حبيبي بس بس بس. معلش يا حاج معلش، عندنا المرة دي، ده كويس ان هي جت في خلع كتف خفيف كده. بقول لك ايه يا حاج؟ ايوه. انت تعرف مكان الانفرادي ده فين بالظبط؟ طبعا يا ابني عارفه. طب تعرف بقى المفاتيح بتاعت الانفرادي فين؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه مش عاوز اخد الدواء؟ لازم اديله الدواء انا كل يوم بنفسي؟ ده الدلع ده؟ انا خلاص مش عارف اكل ولا اشرب ولا عارف اكلم مراتي، نص عمري راح معاكم. يلا اتفضلي مد شويه. ليه تخليني اجيب اجل حد بحبه؟ ليه؟ ليه؟
يا حرام، هو مين ده؟ انت اتشاهد على روحك من المظاف وريق. اصبري بس اصبري، انا جاي والله العظيم عشان اصلح غلطتي. اسمعي، انا مش هسمع حاجه. بيزا بتتجوز دلوقتي. ايه؟ بيزا بتتجوز؟ فرح شغال دلوقتي. بتتجوزي من غير ما تقولي لستك حبيبتك اللي ربيتك؟ تعرف تاني فرح ده فين؟ وديني حالا عشان ترفع على دماغه. ايوه هو ده المطلوب، انا جاي لك اصلا عشان لترباها على دماغه. يلا وراي. ليه؟ ورايا انت؟ انا حبس التورتي حته حته. مسكوني لغايه دلوقتي في 6 محاولات هروب و4 حفران فيا، بس المره دي باذن الله هنعدي. ورايا ميمون. اخويا ميمون بتاع الامن اللي هناك ده شايفه؟ يلا روح اشغله باي حاجه بقى. يلا اشغله بقى بايه ان شاء الله؟ اشغب يا ميمون فكر. حاضر حاضر حاضر. طب ايه؟ اخلص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وانت لسه هنا؟ ممكن ولع؟ امسك. شكرا. ما تولع. ما انا ما بدخنش. ما بتدخنش؟ امال واخد الولاعة ليه؟ عشان اتدفى. انت عارف الجو ساعة اليومين دول، فالواحد ايه يحب يتدفى يعني شويه، وخصوصا ان احنا ما عندناش سخان في البيت، يعني الموضوع صعب. جاي تهزر بقى؟ جاي اهزر. هتعملها يا زيتو زكزكه؟ اتدي الراجل. مش كنت نخرب بيتك انت بتاعنا؟ بجد انت صديقه وفيه. مامون بوركو تي كونتي دو مابلي؟ اون سي كومبرو ميم با. عارف يا صوفيا انه اسمه نصيب، بس غصب عني اعمل ايه؟ انا جوايا نار نار يا صوفيا. تري بيان. ايه بقى جيت بلوكي؟ لا تيجي فين؟ ما ينفعش تيجي هنا. ما تقلقيش انا هبقى كويس. واد يا مأمون. صوفيا اقفلي دلوقتي طيب، وهكلمك كمان شويه. يلا يلا. سلام سلام. ايوه يا اما. ايه يا ابني مالك من ساعه ما رجعنا وانت قافل على نفسك؟ مفيش يا اما، مريح شويه. ما قلتليش ايه رايك في البت حنون اللي وردتها لك النهارده في الفرح؟ لا ياما خلاص، انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. يا سلام، ده انت من كام يوم كنت هتموت عشان تتجوز، وهتفضل عايش لي على ذكرها؟ يا ابني بطل ذوقك المنتن ده وشوف حنون بنت حلال وتستاهلك. ولا حنون ولا غير حنون، وسيبيني بقى ياما عشان عايز انام دلوقتي. ما خلاص يا منيل اتجوزت وسابتك، هتفضل بقى تحب اللي في واحده متجوزه؟ وهو انا قلت لك ان انا رافض حنون عشان بيسا؟ بيسا ملهاش ذنب ياما، انا مش عايز اتجوز اصلا. منك لله يا بيسا مطرح ما انت قاعده. ضيعتين الواد ياما. ما تدعيش عليها. الله، ما قلتلك بيسا ملهاش ذنب. انا ياما اللي مش حابب اتجوز خلاص، حتى دلوقتي مسميني مأمون العانس. عانس فشر يا حبيبي، ده انت الف من تتمناك. بس شوف حنون. حنون تاني وتالت ورابع، شوف تنقية امك. ولا هشوف ولا هسمع. بقولك على حاجة ياما، انا مش قاعد لكم في البيت اصلا. الله، يعني هتطفش من البيت؟ لا دي عاملة لك عمل بقى. ياما هطفش، ده انا حتى مسميني مأمون الطفشات. اوعي طلعني ولا يا مرعي ولا يا مرعي. خرجينا انا الاول، خرجينا انا الاول. ايه النسب الاسود ده؟ يا ريت يا ريت يوم ما كنت جايه تقدم لك كان البيت واقع بيك. يا ريت قلت بتشرب الحاجه ساعه كده كانت الزباط تطلعت من مكانك وخلصت منك. الهي كان وقع على قرعتك يا شحات شجربوع يا اللي اهلك ماتوا من الجوع، وانت كنت داير حاير ورايا كده بالعجله المصديه بتاعتك ترين ترين. ما تتبطرش يا مرعي، احمد ربنا ان خرجنا من تحت ايديها سلام. سلام مين؟ سلام مين؟ ده خبطتني وسط ربه بفكي. عايز اروح اعمل انشاء عليه، عايز اروح اعمل انشاء عليه. ايه ده؟ انتوا واقفين ليه كده في ساعه زي كده؟ اصل الدنيا حر فوق، الدنيا حر، احنا هربانين من الجحده، من الجحده اللي فوق يا مامون. ضربتنا ومرمطتنا وطردتنا وخلتنا عرضه كده لكل عيل ما يسواش شايل شنطته يقول واقفين ليه كده في ساعه زي كده؟ ايه؟ دي هبرتني. عارف يا مأمون مسكت البتاعة دي ونزلت على دماغي كده اهو كده اهو. عارف سنتها القدامانية؟ لسه في رجلي. طب اوعى تكون جابت سيرتي في حاجة. لا ما تقلقش
يا جبت سيرة أهالينا بس. طب الحمد لله. أنت إيه اللي جرالك يا نرمين؟ من إمتى وأنت مستهترة كده؟ أنا آسفة جدا يا فندم. معقولة؟ مكتبي يبقى مفتوح كده؟ أي ولي أمر يدخل كده من غير استئذان؟ والله يا مدام شويكار ما خدتش بالي منه. أوعدك مش هتتكرر تاني. عموما مقصوم منك 5 أيام عشان تصحصحي شوية. اللي تشوفيه حضرتك. ايه الصوت ده؟ أعذاري يا أما. صباح الفل أبلة شوكار. لا ده أنا ما أعرفش عنه حاجة. أنت كنت نايم هنا؟ في مكتبي؟ إيه ده، هو ده مكتبك؟ معلش والله أنا امبارح يعني كنت مسقط يعني فمش مترجم أنا نايم في مكتب مين؟ أنا مش قادر أستوعب، معقولة كان ممكن يقوم بمنظره ده وأنا في وسط ميتنج ومعايا ناس؟ إيه ده؟ يا نهار أسود، يا نهار أسود ومنيل، الحصة الأولى فاتتني. رايح فين؟ رايح عشان أحضر الحصص اللي ورايا. تروح فين بمنظرك ده؟ مش تلبس حاجة؟ أه فعلاً هلبس الشبشب أهو. حاضر. شبشب إيه اللي بتلبسه؟ وهتروح بشكلك ده؟ قصدك يعني على الهدوم وكده؟ ماشي حاضر. معلش يعني ما خدتش بالي والله، بس الواحد بيصحى بقى زي المسطول. حاضر ماشي هغير، بس معلش يعني ممكن تتضيروا عشان اغير؟ تتضيروا؟ مخصوم منك شهر؟ لا شهرين، مخصوم منك السنه كلها. يا السلام عليكم يا ست سكسك. عليكم السلام. ايه ده، خدها ولا ميمون؟ ايه في ايه؟ تشرب حاجه؟ لا مش عايز. والنبي اللي انا فاتحه لك ازاي؟ لا ما تفتحيش حاجه، اي حاجه هتفتحيها انا مش مسؤول عنها. عفن. ايه؟ بقول ماشي براحتك خلاص. طب كنت عايزه مني ايه؟ كنت عايزه اعرف عنوان بيسا، عايزه اعمل معاها الواجب. مش معقول يعني تبقى صباحيتها ومحدش من اهلها يزورها، منظرها ايه قدام جوزها؟ والله العظيم ما اعرف ساكنه فين يا ست وسكسكه. يا ميمون عليا انا برضو. يلا وديني، يلا يلا يلا. عيب عليك يا ست الكل، وانا عمري عزيت عنك معلومه؟ الصراحه لا، بس عارف يا ميمون لو طلعت تعرف وما بتقوليش هطلع عليك القديم والجديد. حاضر. كنت عايزه ازازتين حاجه ساقعه يا حاجه لو سمحتي. ماشي حبيبتي يا عين، هاتي فلوس الاول. اتفضلي. روح ولا ميمون طلع لها ازازتين حاجه ساقعه. وانا مال انا؟ روح بدل ما تغاب عليك. حاضر ماشي حاضر. كل حاجه ميمون هي دي الثلاجه. بالراحه على الثلاجه. حاضر بالراحه على الثلاجه اهو، بالراحه. طب افتح نافوخ. لا لا، وتفتح نافوخ ليه؟ ولا اهو بالراحه اهو. سكت. حاجه ساقعه. شكرا يا كابتن مأمون، تسلم ايدك. انت بتدرب فين دلوقتي؟ ما بدربش. امال بتعمل ايه؟ ما بعملش. طبعا اذنك. ما بأذنش. لا بجد، علشان لو اتأخرت أكتر من كده بابا هيزعل. إن شاء الله بإذن الله هتفور في وشك أنت وأبوكي. خلاص عرف. إيه ده؟ فيها ست سكسكة؟ عارف لو طلعت تعرف عنوان بيسا وما بتقوليش؟ ما أعرفش يا حارة، ما أعرفش والله. الحمد لله نسيت الباقي. ايه الزهق ده؟ ايه؟ انا مش مصدق ان جه اليوم اللي اقعد معاك انت على القهوة يا عم عبد. انا خلاص ضعت. ايه ده؟ ايه في ايه؟ القهوة دي اسمها ابن الباشا. انا بقالي 20 سنة بقعد على القهوة دي، أول مرة أعرف إن اسمها ابن الباشا. عارف ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إن أنا زهقان منك قوي يا عم عبد. طب بقول لك ايه، ما تضيع الزهق ده وتعزمني على شاي. اعزمك ايه؟ ما تعزم نفسك، انا مالي انا اصلا محتاج اللي يعزمني. انا ظروفي زفت اليومين دول يا عم عبد. اخس عليك، وانا اللي اقويك في بيتي ومأكلك من اكلي ومشربك من شربي ومنيمك على سريري حتى الحمام. هتقول لي بقى محممك في حمامي؟ ده انت ناقص تقول لي مصبنك بصابونتي ومليفك بليفتي. ايه يا عم عبد هتذلني؟ ايه ده، هجيب لك اللي انت عايزه خلاص. يا عاطف الله العظيم يا رب. اؤمر مأمون.
هات لنا 2 شاي على النوتة. ما عادش في نوتة، قطعناها خلاص، الدفعة من هنا ورايح كاش. كاش؟ كده عم عاطف؟ ده أنا ما اديتك بقشيش، ولا يعني عشان الدنيا مزنقة معايا اليومين دول؟ ده أنا كانوا مسميني مأمون الفييق. والله دي أوامر المعلم، وحتما ولازما ولابد أنفذ أوامر المعلم. يا سلام، واشمعنى ست وسكسكة بقى أما بتيجي بتطلب على النوتة عادي؟ ولا لازم أنا أجيبها لك عشان تطلب لي هي بنفسها؟ خلاص خلاص خلاص، هتورطني مع المستبدة ليه؟ خلاص. لا 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 أديها لك يا ست وسكسكة. خلاص خلاص أبوس إيدك خلاص. لا لا لا، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. خلاص يا مستبدة مفيش حاجة. هتعمل اللي أنا عايزينه؟ عينيا. خلاص يا ست وسكسكة خلاص. يلا روح هات لنا 2 شاي. حاضر. واتنين ليمون. عينيا. واتنين سحلب فتلة. حرام عليك. وعايزين شيشة قص بوري سلوم تفاح كبيرة. حاضر. هو احنا مش هناكل؟ اه صح. اجيب لكم 2 صدق؟ اه هات لنا يلا كل الطلبات دي بسرعة يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. مأمون. أنت يا واد. ترد على أمك عيب. كده يا مأمون تسيبنا أنا وأختك 2 ولايا لوحدنا. ما أنا موجود أهو يا أم. كل ده عشان حنون. خلاص في داهية. بس ما تسيبنيش انا اختك لوحدينا، ده انت راجل البيت. ايه ده بجد ياما؟ انا يعني كان قصدي مصلحتك. يعني انت مش هتزن عليا في الحوار ده تاني ياما؟ لا بس اطلع ورايا البيت. ماشي حاضر حاضر. يا عم عاطف. ايوه. سك على المشاريب. يسك ليه؟ انا هشرب. لا يا حبيبي حاسب لنفسك. ده انا مسميني مأمون الحريص. بقول ايه يا مأمون، ما تنزل تجيب لنا كده صابون سيل للمواعين. في يا ماما جوه. خلص؟ لا في كتير كمان. انا قلت مفيش. روحي ارمي الحاجات دي في الحوض جوه. طيب. روح. ماشي يا اما. حاضر يا اما. اما انزل القهوه هبقى اجيب لك وانا طالع. لا المواعين اتكونت في الحوض، انزل دلوقتي هات لنا الصابون. يا اما ما تدلدلي السبت يا اما لعم حسين البقال، مش لازم انزل مخصوص يعني. لا الصابون بتاع عم حسين البقال وحش، روح بقى للصبانه بتاعت عم ضيا. عم ضيا؟ ايه. ابو حنون. ابو حنون. اه منك انت يا اما. مش نازل اجيب حاجه يا اما، ده انا حتى مسميني مأمون اللماح. والنبي ما انت فالح طول ما انت راكب دماغك كده. بقول لك ايه يا اما، انت مش قلت مش هتفتح الموضوع ده تاني؟ يا واد البت حلوه ونغشة، مش عايزاها تطير من ايدك. خليها تطير يا اما. واقول لك على حاجه، لو فتحت الموضوع ده تاني انا نفسي هطير واسيب لك البيت كله. خلاص انت حر، انا عملت اللي عليا. خليك انت قاعد شاغل مخك بست الحسن والجمال وهي قاعده متهننه في حضن جوزها في بيتها. جاتك خيبه. الو. انا. ايوه صوفيا. مش بفغي. ما اغيت صوفيا، واضح كده انه في حاجه. امي لسه مصممه على موضوع حنون. انا وصغت. لا لا مامون سي با بوسيبل. يعني ايه يا صوفيا ادي لنفسي فرصه تانية؟ ما ينفعش، انا لسه بحب بيسا. اوكي جو كومبرون ريان. تصدقي عندك حق يا صوفيا. داكور. انا فعلا لازم انساها وهدي لنفسي فرصه تانية. بجد يا صوفيا مش عارف اقول لك ايه على وقوف الجامعه. جو كومبرون با. جو كومبرون با. سلام بقى يا صوفيا، ده انت رغاية قوي. سلام. ياما عايزة بكام صابون ياما؟